5 دقايق بس، 5 دقايق وهتعملي كيكة التورتة الاسبونش بكل سهولة في البيت. يلا نبدأ الفيديو، حطوا لايك واعملوا معايا اشتراك في القناة. يلا نبدأ على بركة الله ونقول المكونات واحنا شغالين. هنجيب طبق غويط، هنحط فيه 6 بيضات، عليهم معلقة من الفانيليا، وعليهم كمان 1.5 كوباية من السكر، ونص كوباية من المية، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وده 1/2 كيس من محسن الجل او معلقة كبيرة. مكونات سهلة خالص. وهنحط 4 معالق من النشا و2 كوباية من الدقيق. كل المكونات كلها هنحطها على بعضها، ومعاهم رشة من الملح بالمضرب بقى الكهربائي، وهنضرب كل المكونات دي مع بعضها لحد ما تمتزج كده وتعمل معانا كيكة هشة، او تعمل معانا الفوليوم العالي. يلا كل شوية كده نلمها بالسباتولا، بصوا كده. وطبعا الصينية بنحط فيها ورق الزبدة علشان ما تلزقش، ونكون دهنينه بالزيت برضو، وبنفضي المكونات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو ما ربطتش معاكي الكيكه بالشكل ده، اعرفي انها مش هتنجح ومش هتعمل معاكي الاسبونج، فالمحسن الجل هو اللي بيوصلها للمرحله دي. بنفردها بقى بطريقه متساويه كده في الصينيه، او بنجيب حاجه بنسوي بيها. دخلتها الفرن بقى على درجة حرارة 180، وده بقى كده الشربات. بنعمل 1 كوباية سكر على 1 كوباية مية، وبنحطها ده الشربات اللي هنسقي بيه الكيك. وممكن تحطي تسقيها باللبن بسكر او من غير سكر زي ما انت عايز. بنشيل الوش بتاع الكيكة بالشكل ده، بتجيبي بقى سكينة مشرشطة بتقطعي بها الكيك، وممكن بالخيط، الخيط بيقطعها معاكي بطريقة ايه سهلة وبسيطة من غير اي بقى ايه ولا سكينة ولا تجيبي حاجة تقطعها، قطعيها بالخيط هيتقطع معاكي بسهولة. بنجيب بقى نعمل الكريم شانتيه، 1 كوباية من اللبن السائع او المية، عليها 1 كوباية، كل كوباية عليها 1 كوباية كريم شانتيه. ضربناهم بالمضرب لحد ما وصلوا لدرجة حلوة كده، بنحط لهم 2 معلقة من كريم باستري. وبعد كده بنرش الكيكة ولو انتوا حطيتوا لبن بقى من غير سكر هتبقى احلى واحلى، سكرها هيبقى قليل. بنوزع الكريمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنحط طبقات الكيك، كل طبقة بينها طبقة كريمة. وقبل ما بنحط الكريمة بنوزع التشريبة بتاعت الكيك. وتقدري تستغني عن التشريبة خالص، بس هي بتديها روح تعيش معاكي اطول وقت اطول. يعني بعد ما وزعنا الكريمة بالشكل ده بين الطبقات، ممكن نسويها بالشكل ده، وبعد كده بنحط برضو الكريمة من الجناب. خدنا بقى بسكوت، خدنا الكريمة اللي فيه حطناها على الكريمة، وبندوب الشوكولاتة على حمام مية، نحط معلقة زبدة عليها، حطوا لايك للفيديو وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. وبتزينيها بالشكل ده بطريقة بسيطة خالص من على الحرف كده، حابة تحط لها برضو جناش شوكولاتة في النص بتحطي، مش حابة بتعملي بقى وردات على الحرف كده. تورتة سهلة وبسيطة وبتخلص في ثواني.
ونحط بقى مانجا على الوش. ممكن تحطي اي نوع فاكهة انت بتفضليه. وبالاوريو بنحطه بالشكل ده. ودي كانت تورتتنا النهاردة، سهلة وبسيطة. حطوا لايك وقولولي بتتابعوني من اي بلد، واشوفكوا على خير في فيديو تاني. وسلام.